أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية، نقدم لكم هذا التحديث الجوي الذي سنتحدث فيه عن تفاصيل الحالة الجوية السائدة الآن في عموم مناطق المملكة، حيث تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتظهر كميات من الغيوم المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، وأيضا بعض الغيوم الركامية تنتشر في عموم المنطقة الشرقية، منطقة الإحساء، المنطقة الجنوبية الغربية، وأيضا أجزاء من المنطقة الشمالية. خلال الساعات القادمة بحول الله يتوقع أن تتشكل غيوم ركامية من جديد فوق منطقة غرب الرياض، تتحرك تدريجيا نحو العاصمة الرياض مع ساعات العصر والمساء بحول الله، تعمل على هطول زخات رعدية من الأمطار تكون متوسطة الشدة بالمجمل، قد تكون غزيرة في نطاقات محدودة من العاصمة الرياض، تعمل على ارتفاع منسوب المياه. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، نلقاكم في التحديث اللاحق، إلى اللقاء.